النهارده مركز التسويه اعلن عن بطلان قرار ايقاف شيكابالا. تمام. يعني خلاص ده قرار نهائي، ما يعني شيكابالا خلاص يقدر من اي مباراه يكون متواجد، ولا هل ممكن نلاقي اتحاد الكره بيقول كلام تاني؟ والله حضرتك يعني انا طبعا هو الحقيقه يعني هو المشهد شويه مرتبك، لان الحقيقه ما حدش عارف بالظبط، يعني تصريحات كتير، واحنا الحقيقه يعني خدمه الاتجاه ان احنا لما يعني نلجا لمركز التسويه والتحكيم استنادا لوقائع قبل كده حصلت، ان برضو كان في عقوبات، ونروح لمركز التسويه والتحكيم بما ان هو جهه التحكيم المسؤول عن اي يعني خلافات رياضيه. فانا النهارده الحقيقه احنا يعني احنا انا انا برضو قريت كلام ان اتحاد الكوره مش ملزم بتنفيذ الحكم، قريت كلام تاني ان الملزم دلوقتي بتنفيذ الحكم هي رابطه الانديه، بما ان رابطه الانديه تكونت. فالحقيقه حتى التصريحات دي كلها انا ما اعرفش هي تصريحات حقيقيه ولا لا، صادره من مين، كلها مصادر ما حدش قايل اسمه. يعني في كل الاحوال احنا الحكم موجود، هنخاطب اتحاد الكره رسميا بالحكم اللي جالنا من مركز التسويه والتحكيم، وناخد منهم رد رسمي، لان هو كل الكلام اللي بيتقال او اللي بيتداول هو كلام تصريحات احنا مش عارفين اذا كانت حقيقيه ولا لا. ممكن قوي لما نروح نقول لاتحاد الكره ان الحكم ده صدر يقولوا لنا تمام هننفذ. فإلى وقتنا هذا محدش يقدر يقول يعني موقف اتحاد الكرة ايه. انا قريت تصريحات كتير جدا بس الحقيقه مش عارف الموقف الحقيقي او الرسمي ايه. بما ان في حكم صدر من جهه يعني قضائيه، الحكم ده هنخاطب بيه اتحاد الكوره بصفه رسميه، ونشوف ردهم هيبقى ايه. لان زي ما يعني الناس كلها حضرت الواقع وحضرت تسلسل الاحداث، والناس بقى او يعني جمهور نادي الزمالك بقى عنده شويه احساس ان الوقائع المماثله بيتم التعامل معاها بطريقه مختلفه. زي ايه؟ يعني في وقائع قبل كده مماثله كتير حصلت، عقوبات اترفعت، عقوبات اتغيرت، ومش لازم نقول زي ايه، الناس كلها عارفه يعني فاهم انا قصدي ايه. فبالتالي احنا ممكن لما نروح للاتحاد الكوره بالحكم، الاتحاد الكوره يقبل هذا الحكم ويتنفذ، وده اللي احنا نأمله ونرجوه. يعني عشان يعني المنوط بتنفيذ القرار اتحاد الكوره ولا بعد تشكيل رابطه الانديه هو اللي يهم، اللي يهمك كمسؤولين في نادي الزمالك هو ان شيكابالا يكون موجود في تمام مظبوط في مباراه انبي المفروض ان هي لا المبارك. هو انت رايك اتفضل. مين اللي منوط بيه بتنفيذ الحكم؟ لا يعني انا بسال حضرتك، هل اتحاد الكوره ولا الرابطه؟ ما انا ما انا ما اعرفش حقيقه. انا بالنسبه لي يعني لو انت هتسالني عن رايي، اكن اتحاد الكوره بيصدر مشكله لرابطه الانديه. على فكره رابطه الانديه ما كانتش طرف في العقوبه، ولا هي اللي اصدرتها، ولا هي اللي رجعت الورق، ولا هي اللي طيب هقول لحضرتك وجهه نظر اتحاد الكره، هيقول لك مش انا اللي بدير الدوري دلوقتي. ما هو تاني معلش حضرتك، هو السؤال اكيد لازم حد هيجاوب علينا، مش كده؟ يعني لو اتحاد الكره قال لنا ان احنا نروح لرابطه الانديه هنروح لرابطه الانديه، لو رابطه الانديه قالت لنا ان ده مش من اختصاصي هنروح لاتحاد الكره. في الاخر وفي الاول حضرتك تاني ال 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 مركز التسويه والتحكيم ده اللائحه اللي اعتمدتها اللجنه الاولمبيه، لائحه اتحاد الكره اللي اعتمدت من اللجنه الاولمبيه واللي اتنشرت في الجريده الرسميه بتلزم اتحاد الكوره بان هو ينفذ احكام مركز التسويه والتحكيم. ده الكلام اللي موجود على الجريده الرسميه. الله اعلم يمكن يتغير، بس هو ده الكلام اللي قدامنا واللي موجود واللي اتنشر على فكره النهارده طول النوم طول الليل. لا هو كان فتره من الفترات كان بيتقال ان نادي الزمالك ما بيلجاش لي او ما بيتبعش الوسائل القانونيه الفتره يعني قبل ما انتوا تتولوا المسؤوليه. تمام بس هو حتى فدلوقتي انتوا بداتوا يعني انا دايما لما حتى بتكلم مع كابتن حسين لبيب ففي تصريحاته دايما حتى بتابعها ان احنا بنلجا للطرق المشروعه، فانتوا لجاتوا للطرق المشروعه فبرضه مش هيتنفذ ولا ايه؟ والله انت تاني انا ما عنديش الرد على فكره. الرد انا لا املك الرد، انا املك ان انا مشيت في القنوات الرسميه وفي القنوات الشرعيه وخدت حكم، الحكم ده بيقول ان العقوبه غير ساريه.
طيب هنخاطب مين بقى؟ زي ما قلت لحضرتك انا قريت النهارده تصريحات الاتحاد بيقول انا احنا غير ملزمين، وتصريحات اخرى الاتحاد بيقول اصل بما ان الرابطه اتكونت يبقى الرابطه اللي مسؤوله. طب يا فندم انا بالنسبه لي بشوف، انا بالنسبه لي بشوف الرابطه مش طرف. طيب هي ما كانتش موجود في الحدث في الواقع، ما كانش عندها تفاصيل الواقع، مش هي اللي اصدرت القرار. فانا النهارده ازاي انا عايز اخد رد من طرف ما كانش موجود اساسا. طيب هل تم التواصل مع مسؤولين في اتحاد الكره، يعني مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره؟ والله مع احنا النهارده بما ان في يعني في مسؤول قانوني متابع الحكم ومتابع القضيه عند مركز التسويه والتحكيم، هو اللي هياخد الاجراءات اللي خاطب بيها اتحاد الكوره، ونشوف بعد كده رد الفعل شكله عامل ازاي. ارجو بس ان احنا نبقى يعني يبقى زي ما اتحاد الكوره دايما بيقول لنا ان هو على مسافه واحده من الجميع، ارجو ان احنا نلاقي نحس بالكلام ده، ان الكلام ده حقيقي فعلا، نبقى مقنعين اللي احنا بنقوله. هو انت حضرتك كمسؤول في نادي الزمالك مش حاسس ان الكلام ده حقيقي فعلا؟ لا انا مش حاسس ان الكلام ده حقيقي، والجمهور مش حاسس ان الكلام ده حقيقي. على فكره انا مش بدعي حاجه، احنا بنفند وقائع حصلت قبل كده. التصرف فيها كان مختلف، العقوب المواقف اتعالجت بطريقه مختلفه، كلنا عارفين هذا الكلام. احنا عندنا قضيتين مشهورتين، قضيه امام عاشور وقضيه شيكابالا، تم التعامل معاهم بطريقه مختلفه عن قضايا اخرى او وقائع اخرى مماثله، كلنا عارفين هذا الكلام. فما ينفعش ان احنا نبقى ايه نقول بقى عايزين نقنع الناس ان احنا على مسافه واحده من الجميع، ده مش حقيقي. انت حضرتك بتتكلم على واقعة شيكابالا مع احمد مجاهد، ما تمش التعامل معاها زي واقعة كهربا مع محمد فضل قبل كده لما كان محمد يعني فضل في اتحاد الكرة. انا برضو زي ما قلت لحضرتك انا بتكلم فيما يخصني، تمام كده، بتكلم فيما يخصني. فنمرة اتنين بقى، وده الاهم بقى، انا وجهة نظري يعني حضرتك دي حاجة انا بتكلم رأي شخصي يعني مش اتفضل. مفيش كيان مؤسسي في العالم، في العالم كله يدار من ثلاث اشخاص، كيان مؤسسي في العالم، في أي صناعة في العالم، بما فيها صناعة كرة القدم، بما فيها الاتحاد الدولي، ما فيش مؤسسة كيان مؤسسي يدار من ثلاث أفراد. أنا بقول مصر بلد، إحنا هنحتفل السنة دي بمئة سنة على تأسيس الاتحاد المصري، أقدم اتحاد في القارة وأقدم اتحاد في المنطقة العربية، ولا يليق بينا إن إحنا نبقى إن اتحاد الكرة يبقى بيدار من ثلاث افراد. ده راي شخصي، ده مش راي يعني، تمام. ده راي انا الشخصي، تمام. احنا يعني المفروض زي ما بما ان يعني احنا عاصرنا اتحادات، هو ليه اللائحه بتاعت الاتحاد بتكون يبقى 11 عضو او 9 اعضاء او 7 اعضاء ليه؟ عشان تداول الراي. مش ده طبيعي ولا انا بتكلم غلط؟ مجلس الاداره بيتكون من اعضاء ليه؟ عشان تداول الراي. انما انا 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 بقول لا يليق بينا ان احنا نكون يعني الكوره في مصر اللي بقى لها 100 سنه بتدار من ثلاث اشخاص، بغض النظر عن كفاءتهم، بغض النظر عن ان هم ناس هايلين، بغض النظر ان هم ناس كويسين، انا مش بذم في حد، ولكن زي ما قلت لك مفيش، هات لي كيان مؤسسي في العالم مؤسسي يدار بثلاث افراد.